السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعينا في البث المباشر من المسجد الحرام. كما تشاهدون السماء تمطر، اللهم صيبا نافعا هنيئا غير ضار، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. الله يجزاك خير.
هلا والله.